السلام عليكم أعزائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحوال طيبة. مرحبا بكم في عالم الطبخ مع زين. اليوم إن شاء الله كيف كتشوفوا غادي نحضروا أسهل كابكيك. هاد الوصفة إلا جربتوها فأنا متأكدة غادي تعجبكم وأنكم غادي تعتمدوها. وكيف كتعرفوا كيحمقوا عليها الوليدات، نخليكم مع الطريقة والمقادير. بركة الله، احتاجيت كاس ونص ديال الزيت بعبر كيسان العنبة، كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال سنيدة ما عامرينش، ربعة ديال البيضات الحجم الكبير، عندنا جوج صاشي فاني، وعندي ثلاثة ديال الخمارات 8 غرام. وبالنسبة للدقيق احتاجيت ثلاثة الكيسان تاهما عبارة العنبة المختص ديال الحلويات. بالنسبة للطريقة كنديرو البيض ديالنا في البول، كيسبق وذكرنا في المقادير 4 ديال البيضات كي كتشوفوا معايا، زدتهم كاس الاول ديال سنيده، الكاس الثاني، جوج صاشي ديال الفاني 7.5 غرام باش كيبقى لنا داك الكو ديال الفاني في لي مادلين ديالنا. كنزيدو قبيصة الملحة، نسيت وما ذكرتهاش لكم مع المقادير، سمحوا لي. كنطرب البيض مع سنيدة وقبيصة الملحة مزيان حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض كي كتشوفوا معايا. هذه هي الطريقة المهمة الأساسية باش كيخرجوا لنا لي مادلين ديالنا بنان ومنفوخين، انهم يتطربوا مزيان حتى كيتبدل لينا اللون ديال البيض كي كتشوفوا معايا. كنبقى نزيد الزيت شويه بشويه، ما كنكبوش الكاس كامل في دقه واحده، انا كنكب شويه وكنطرب، كنكب شويه وكنطرب حتى كنسالي الكاس ديالي. كنزيد بديت بالنص ودابا كنزيد بالكاس الثاني. كسبقت وذكرت في المقادير درت كاس ونص ديال الزيت. هاد العملية مهمة اننا نمشيو بلا زيتاب باش كتصدق معانا الوصفة ديالنا. ابخي كنزيد الحليب شويه بشويه نفس الطريقه كيف جد الزيت باش غنزيد الحليب. اون فوا كيطربوا لنا مزيان كنزيدوهم النواشف. ها نتوما معايا، من بعد زدتهم النواشف اللي هما ثلاثه الكيسان ديال الطحين ديال الحلوه. انا زربت لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كي كتشوفوا كنزيد الطحين شويه بشويه، واخر مرحله هي الخمارات، كنصفيهم عاد كنديرهم باش ما كيبقاوش لنا الحبيبات. هانتوما معايا. من بعد ما تجانسوا لينا المكونات كنديرهم في الكوطاس ديالنا، كل كويخت واحد كيس لينا معلقه ونص. كي كتشوفوا معايا كنعمر الطاوه كامله، من بعد ما كنعمر الكوختات ديالي كاملين كندخلهم الفران على درجة حرارة 180 الفوق والتحت. هاو ما كي كتشوفوا من بعد ما خرجوا لي من الفران. بالنسبة للتزيين كنحتاجو كريم شونتيي، فيرميسيل بلي كولور، روح ديال الفخيز، شوكولا بيبيت، ونسيترو ديال الحليب يكون بيان كلاسي كنطربوه ونديروه في جيب حلواني.
هي كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه النهائيه. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه. وكالعادة إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.